انفجار غامض وجديد طال العمق الإيراني مرة أخرى، وهذا الانفجار تم يوم أمس، وهذه المرة تجاه نقطة خطيرة للغاية، تجاه مفاعل كيماوي. هذه كلها تم تأكيدها يوم أمس من قبل وكالة رويترز، كذلك من قبل صحيفة كيهان الإيرانية، وأيضا في نفس الوقت إيران انترناشنال. كما تلاحظون الحديث هنا عن كيميكال رياكتور، أي مفاعل كيماوي، وتحديدا في منطقة أشتهارد التي تأتي إلى غرب العاصمة الإيرانية طهران. وكانت هنالك صورا قد نشرت لهذا الحادث، مثل هذه الصورة التي ترونها أمامكم، وكذلك هذه الصورة الأخرى التي توضح طبيعة الانفجار، انفجار كبير للغاية، وهذه صورة ثالثة أيضا لهذا الموقع. والحديث هنا بشكل دقيق بأن هذا الانفجار قد حدث تماما في بلدة اشتهارد الصناعية كما تلاحظون. هذه هي النقطة تحديدا التي طبعا جاء فيها الانفجار. وإذا ما أخذنا هذه الصورة على سبيل المثال وقمنا بالتقريب عليها قليلا، فقط لنأخذ بعض العلامات عن هذا الموقع لنتأكد عن طبيعة أين يوجد هذا الموقع، وهل هو فعلا في اشتهارد كما تتحدث هذه المصادر. سنلاحظ بأننا هنا وكأننا أمام مستودع صغير، أمام عمود هنا طبعا، وهذا العمود لا يأتي مقابلا لهذا المستودع الذي ترونه، هو يأتي مقابلا تقريبا إلى هذا الحائط أو الجدار الذي طبعا يأتي بعد هذا المستودع. وهذه نقطة مهمة جدا بأن هذا العمود يأتي متقدما على هذا المستودع طبعا أو المبنى الصغير. وأيضا نحن بطبيعة الحال أمام شارع إلى الشمال، وهذه أيضا نقطة، وهذه هي نقطة الانفجار كما تلاحظون لهذه الخزانات الكبيرة كما تلاحظون على شكل خزان. وأيضا هنالك مسافة بين هذه الخزانات أو هذه المفاعلات الكيماوية أو المخازن أو المخازن التي توضع فيها المواد الكيماوية بمسافة، هنالك مسافة، ليس هنالك شيء بينها وبين هذه الخزانات الأخرى التي ترونها باللون الأبيض تحديدا. وأيضا هنا مبنى آخر بهذا الشكل يأتي إلى جانب هذه النقاط المهمة. بالتالي نحن لدينا العلامات ولدينا أيضا العنوان، وهي بلدة اشتهارد الصناعية. وبالتالي دعونا نتجه إلى القمر الصناعي لكي نحدد هذا الموقع ونتأكد تماما من هذه النقطة، حجم هذه النقطة، حجم الضرر. دعونا نتجه مباشرة إلى العاصمة الإيرانية طهران، هنا كرج، وهنا نتجه إلى اشتهارد. هذه اشتهارد إلى غرب إيران كما تلاحظون، هنا اشتهارد وهنا منطقة أو بلدة اشتهارد الصناعية على مسافة 100 كيلومترا إلى غرب طهران. والنقطة الوحيدة الواضحة بمثل هذه الخزانات الكبيرة كما تلاحظون هنا إلى شمال غرب هذه المنطقة التي كنا نراها، ونلاحظ بأننا أمام طريق نبحث عن هذا المخزن، سنراه بأنه فعلا موجود هذا المستودع بالقرب من الطريق مع عمود كما تلاحظون. وبالتالي دعونا نلقي نظرة بهذا الاتجاه، وكأننا نحن من صور هذا الموقع. ستلاحظ بأننا أمام هذا المستودع وأمام هذا العمود، يأتي طبعا متقدما أمام هذا الحائط، يبدو بأنه واضح أيضا. وبالتالي واضح جدا بأننا أمام نقطة الانفجار متطابقة مع ما تحدثنا عنه، هنالك مسافة، ليس هنالك شيئا بين معارضا طبعا أو يعارض الصورة على الأقل عندما نقف هنا ونلقي نظرة على هذا الموقع من هذا الاتجاه. وبالتالي نحن أمام نفس الخزانات البيضاء ونفس هذا المبنى بهذا الاتجاه، وبالتالي نحن أمام فعلا هذه النقطة تحديدا هي التي استهدفت. نتحدث عن خزانات كبيرة للغاية أو مستودعات أو مفاعلا كيماويا كما وصف بأن هذا مفاعلا كيماويا وهو الذي انفجر بهذا الشكل. وطبعا السؤال المهم للغاية هنا، ما الذي جرى؟ هل هو حادث؟ هل هو عمل تخريبي؟ هل هو عمل استخباري؟ لا تفسيرات أبدا من قبل الإيرانيين، ولكن ما قالوه بشكل أكيد وواضح بأن 9 جرحى قد تعرضوا طبعا إلى جروح بسبب هذه الحرائق وهذا الانفجار الذي جاء هنا. وكذلك يجب أن ننتبه بأننا كنا قبل أيام قليلة فقط من انفجار آخر قد تم في العاصمة الإيرانية طهران بهذا الشكل، تجاه إحدى المستودعات الكبيرة بالقرب من ساحة الرازي في العاصمة الإيرانية طهران كما تحدثنا أيضا. قالوا فتحنا تحقيقا ولا تفسيرات نهائيا، وقد قالوا بسبب هذا الحريق في هذا المستودع أكدت المصادر بأن هنالك 17 جريحا بسبب هذه النار التي اشتعلت في هذه النقطة. أيضا ما جرى لهذا المفاعل الكيماوي الذي نتحدث عنه هو يأتي بعد يوم واحد فقط من تقرير سنأتي إليه الآن، هو قد صدر من الأسوشيتد بريس. هذا هو التقرير الأسوشيتد بريس يوم
بالأمس كانت قد تحدثت عن مسألة إن هنالك مفاعلا نوويا تحت الأرض تحت الجبال وتحديدا هنا كما نشروا في صور القمر الصناعي الذي ترونه في هذه المنطقة، وقالوا بأن هذه المنطقة ستكون ويهيئها الإيرانيون التي تصبح منشأة نووية محصنة أكثر تحصينا من أي منشأة أخرى حتى مقارنة بمنشأة فوردو، وفيها مداخل طبعا هنا كما تلاحظون مدخلين ومدخلين، وتأتي إلى الجنوب من منشأة نطنز النووية. توقيت مثير للغاية، وأيضا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة أن نقطة الانفجار في هذا المفاعل الذي تحدثنا عنه الآن، المفاعل الكيماوي الذي جاء هنا في هذه المنطقة، هذه النقطة التي تحدثنا عنها هي تأتي في منطقة مثيرة للغاية. هذه المنطقة مليئة بالأحداث والأمور التي من خلالها إيران اتهمت الموساد الإسرائيلي بأنه كان خلف هذه العمليات. على سبيل المثال، كنا أمام مستودع وهو نقطة أو مصنع وحيد، وهو المصنع الوحيد لأجهزة الطرد المركزية في الداخل الإيراني، كان قد تعرض إلى هجوم بطائرة مسيرة في عام 2021، أوقف تماما المصنع، توقف تماما عن صناعة أجهزة الطرد المركزية، وفي حينها اشتعلت الأمور، سحبت إيران كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتهامات بالتجسس وغيرها، ولكن الضربة كانت قد تمت في هذا العام في عام 2021. أيضا كنا أمام مستودع آخر كبير هو تابع إلى جمعية أو مؤسسة شهيد همت تحديدا هنا في هذه المنطقة تقريبا، شهيد همت النقطة أو المؤسسة الخاصة بالصواريخ البالستية الإيرانية، أيضا في نفس العام في عام 2021 فجأة انفجرت هذه النقطة دون معرفة الأسباب. وطبعا الأوساط الإيرانية تحدثت بأن الموساد الإسرائيلي هو الذي قام بهذه العملية، وتضاف إليه الكثير من العمليات التي دائما ما نسمع عنها في داخل العاصمة الإيرانية طهران، أو حتى حوادث مريبة وغريبة وغامضة تحدث أيضا في كرج. وبالتالي هذه المنطقة سبق وللموساد أن كانت لديه بعض التحركات وبعض الهجمات، إن كانت على المستوى الغامض والتفخيخي وغيرها أو بالطائرات المسيرة، وها نحن أمام انفجار هذا المفاعل الكيماوي. وبالتالي علامات أن يكون هذا عملا من أعمال الموساد هي حاضرة، لكن لا إثباتات نهائيا ولا كلام نهائيا لا من قبل إيران ولا من الصحف الإسرائيلية ولا غيرها. انفجار في توقيتات مثيرة وفي موقع مثير للغاية. وطبعا بعد هذا التقرير بيوم واحد أن يأتي هذا الانفجار على المفاعل الكيماوي كما تحدثنا وكما طبعا نقلته الأسوشيتد بريس أغضب الإسرائيليين كثيرا، في حينها طبعا الإسرائيليين على مستوى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي صرحوا تصريحات كبيرة تجاه إيران. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأن إيران الآن قريبة من روسيا كثيرا، وممكن أن تستفيد من روسيا النووية على المستوى النووي للتقدم نوويا أكثر في الأشهر في السنين القادمة للوصول للقنبلة النووية، وبالتالي هم يهددون ويصعدون، وقد تزداد العمليات وقد نرى أمورا كثيرة وخطيرة في ظل هذه التهديدات من كل هذه الشخصيات التي نراها أمامنا على مستوى القيادات الإسرائيلية. ولكن ما هو مثير أن الأوساط الأمريكية ترى الأمور العكس تقريبا. الأتلانتيك كونسل تحدثت بشكل مثير بأن إيران إذا ما خسرت روسيا هذه الحرب، الحرب لم تنتهي بين روسيا وأوكرانيا، إن خسرت روسيا هذه الحرب الأمور ستنقلب على إيران وقد يتغير النظام بأكمله، صدق أو لا تصدق. الأتلانتيك كونسل يوم أمس هي التي تحدثت عن هذه التفاصيل وأكدت لماذا إيران هي وعدد من الدول، الدول التي أتحدث عنها هي أرمينيا، بيلاروسيا، الصين وإيران. أكدت طبعا الأتلانتيك كونسل لماذا هذه الدول لا تريد من روسيا أن تخسر هذه الحرب وتحاول أن تدعمها بكل الطرق لكي تستمر في هذه المعركة. فبالنسبة لإيران كما تحدثنا هي تريد الاستفادة على المستوى النووي، تريد الاستفادة على مستوى الطائرات الجوية وتقوية قوتها الجوية التي تحتاجها كثيرا، وأيضا أن تستفيد على مستوى المنظومات الدفاعية الروسية إن كانت لحماية المفاعلات النووية الإيرانية أو الأجواء الإيرانية، أو إن كانت في عملية حماية فصائلها المسلحة الموجودة في سوريا لمواجهة إسرائيل في مواجهات مستمرة للضربات الإسرائيلية من سلاح الجو الإسرائيلي. نرى هذه الضربات بين فترة وأخرى، ولكن الأمر المثير هنا ما تقوله الأتلانتيك كونسل بأن لو أوكرانيا لسبب ما انتصرت على روسيا في هذه الحرب، إن كان من خلال الهجوم المضاد أو أي هجوم آخر، المهم أن تنتهي الأمور ضد روسيا، فإن هذا الأمر سيشعل التظاهرات في الداخل الإيراني مرة أخرى، لأن هؤلاء المتظاهرين سيبحثون عن الديمقراطية
الديمقراطية، عن الحرية، سيكونون ضد الاستبداد، ضد الدكتاتورية وغيرها، ومع النظام الغربي، وبالتالي التظاهرات ممكن أن تشتعل مرة أخرى وتقلب النظام الإيراني إذا ما خسر هذا المحور هذه الحرب، لأننا أمام تعدد للقطبية واضح. وأيضا في نفس الوقت الكلام عن بيلاروسيا، فبيلاروسيا أيضا رشحت الأتلانتا كاوسل بأن من الممكن أن تشتعل فيها التظاهرات في أي لحظة، وذلك لأن روسيا سبق وأن قامت بإنقاذ النظام البيلاروسي وتحديدا لوكاشينكو أنقذته في عام 2020. كانت هنالك تظاهرات من الممكن، وكان من الممكن لهذا النظام أن يتغير، ولكنهم وقفوا معه، نظام بوتين طبعا، وسانده وتمكن من الصمود أمام هذه التظاهرات، ولكن في نفس الوقت دخل في عزلة دولية واعتمد على الكرملين كثيرا، وعلى هذا الأساس هو لا يريد لروسيا أن تخسر، لأن ممكن لهذه التظاهرات أن تتصاعد مرة أخرى. هنالك أنباء من الرئيس البولندي أساسا وكلام من بولندا قادم من المسؤولين البولنديين تحدث اليوم من الممكن جدا الآن لهذه التظاهرات أن تعود في بيلاروسيا. بالتالي الوضع البيلاروسي مرتبك، لا يريدون لروسيا أن تخسر، يريدونها أن تنتصر وتقوى هي وإيران. حتى على مستوى أرمينيا، هنا أرمينيا التي ترونها هي أيضا لا تريد لروسيا أن تخسر هذه المعركة، لأنها تعتقد أن روسيا هي الحامي الأساسي لها. هنالك قواعد للقوات الروسية، وأيضا هي تعتقد بأن تركيا وأيضا أذربيجان ستكون خطيرة للغاية على أرمينيا، والأمور قد تكون صعبة عليها، فهي تميل إلى النظام الروسي. وحتى على مستوى الصين، فإن خسارة روسيا لهذه الحرب ستعني بأن الغرب انتصر انتصارا كبيرا في معركة لم يشارك فيها جندي واحد، إن كان على المستوى من الجيش الأمريكي أو من أي دولة من دول الناتو. أرسلوا السلاح فقط، أداروا الأمور وانتصروا على روسيا، سيزيد ثقتهم إذا ما فكرت الصين في عملية اجتياح تايوان، وبالتالي هي نوع من المعارك جديد يتغير. وهذه الدول على هذا الأساس من ضمنها إيران لا تريد لروسيا أن يتغير الوضع أو أن تخسر المعركة. قد يعتقد البعض من المستحيل أن تخسر روسيا هذه الحرب، المشكلة أن مؤشرات خسارة روسيا لهذه الحرب هي حاضرة. رأينا على سبيل المثال تطورات خطيرة للغاية قد جاءت على الحدود هنا باتجاه بيلغورود الروسية من قبل خلية أو فيلق حرية روسيا في حقيقة الأمر، وكان هنالك اقتحاما كبيرا في اليومين الماضيين بهذا الشكل باتجاه بيلغورود من هذه المنطقة باللون الأصفر. تقدموا كما تلاحظون بالنسبة لهذه وهذا الفيلق، فيلق حرية روسيا، تقدموا وأصبحوا قريبين من غلوفوتشينو التي ترونها، وهي قريبة من منطقة تخزن فيها روسيا المفاعلات أو الرؤوس الحربية النووية. لاحظ كيف هي خطر وخطر هذا التقدم. وأيضا كان هنالك تقدم في كل هذه النقاط باللون الأصفر. الروس صمدوا، الروس دفعوا هذه القوات، الآن هنالك السيطرة الروسية على الموقف. ولكن أن تتخيل أن يكون تقدما من الأراضي الأوكرانية بهذا الشكل على الروس في هذا التوقيت، هو قد يعني بأن روسيا أمام مفاجآت، خاصة وأن علينا أن لا ننسى بأن كانت هنالك طائرتين مسيرتين هاجمت قبل فترة وجيزة الكرملين، وتحديدا الموقع الذي يسكن فيه بوتين، وبالتالي هي مؤشرات خطيرة للغاية. ويجب أن ننتبه أيضا بأن الهجوم المضاد حتى هذه اللحظة الأوكراني لم يبدأ حتى الآن، ومعهد دراسات الحرب كان قد نشر تفاصيلا عن مؤشرات خطيرة قادمة تجاه خيرسون من الاتجاه الذي تتواجد فيه القوات الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية بدأت تجهز بشكل كبير للتقدم تجاه خيرسون. دعونا نقترب من هذه المنطقة، المسألة مرتبطة بعدد من الجزر التي تتواجد على نهر دنيبرو، ونحن نتحدث هنا عن ثلاث نقاط مهمة. دعونا أولا أن نفهم بأن المنطقة التي تتواجد فيها القوات الأوكرانية هي هنا، الأوكرانيين متواجدين هنا في خيرسون ولا مشكلة لهم أبدا، ولا مشكلة لديهم أبدا، وهنا القوات طبعا الروسية بكل تأكيد، ويتخذون من هذا النهر خطا دفاعيا طبيعيا بهذا الشكل. بالنسبة للأوكرانيين طبعا، وما تم الحديث عنهم من قبل معهد دراسات الحرب، الحديث بأن القوات الأوكرانية تمكنت في الفترة الأخيرة من عملية العبور إلى هذه الجزيرة التي ترونها هنا، وهي جزيرة داتشنا. وقبل 10 أيام تقريبا أو حتى 9 أيام تقدمت وقامت بعملية العبور إلى هذه الجزيرة هنا، وهي جزيرة بوتومكن.
واليوم وتقريبا في الساعات القليلة الماضية قبل 48 ساعة ماضية تمكنوا من التقدم إلى جزيرة شركسي هنا في هذه المنطقة، وبالتالي كما تلاحظ هم على خط واحد قاموا بعملية التقدم بهذا الشكل، وهذا يوضح بأنهم يفكرون بشكل جدي من عملية القفز وعبور هذا النهر والعبور على القوات الروسية. ولكن يجب أن ننتبه بأننا نتحدث عن نهر مانع طبيعي واضح، تفوق جوي روسي، الروس يستطيعون قصف هذه النقاط وهذه الجزر وبالتالي يستنزفون القوات الأوكرانية، وبالتالي هي مسألة صعبة ولكن الأوكرانيين يعملون بشكل كبير على هذه المسألة. ومع ذلك إن النقطة الوحيدة المقنعة الآن للأوكرانيين لكي يبدأوا بها في مسألة الهجوم المضاد هي منطقة مهمة للغاية ألا وهي زاباروجيا. هذه هي زاباروجيا، أن تتقدم القوات الأوكرانية بما أن ليس هنالك أي مانع طبيعي كجبل أو نهر أو غيرها، يأتون ويقطعون هذا الطريق ويصلون إلى بحر آزوف أو يصلون إلى ميليتابول وبعدها يتقدمون بهذا الشكل، وبالتالي يقسمون القوات الروسية إلى نصفين. لن تعد القوات الروسية وهذه الجزر أو الأقاليم متصلة ببعضها البعض، وبعد ذلك طبعا الأوكرانيين يفكرون في عملية عبور هذا النهر بعد القيام بعملية الاستنزاف، وبالتالي من المنطقي قد يكون التقدم من زاباروجيا هو الأكثر عقلانية والأكثر منطقية، وسنرى ما الذي سيحدث. الكل تنتظر هذا الهجوم الأوكراني المضاد، وعلى هذا الأساس هنالك معادلات دولية كبيرة لكل شيء، والسؤال هنا متى سينتهي هذا التحدي، وهل إيران متوجهة للقنبلة النووية، وهل كنا أمام فعل إسرائيلي يوم أمس؟